مرة أخرى يساهم بنك بيروت في دعم الأجيال الشابة من خلال إطلاق قرض جامعي ميسر وفريد من نوعه في لبنان بالتعاون مع جامعة AUST، وقد تم توقيع اتفاقية بين إدارة المصرف ممثلة بالسيد جورج عواد مدير مديرية التجزئة والفروع، وبين إدارة جامعة AUST ممثلة برئيستها السيدة هيام صقر ونائب الرئيس الأستاذ رياض صقر. وقد أثنى ممثلو الجامعة والمصرف على الشراكة بين المؤسستين وأهمية هذا القرض الاستثنائي الذي يراعي أوضاع الطلاب ويجعل من الدراسة الجامعية ممكنة للجميع.